يا الله يا رب ارزقنا الزهد يا رب يا رب يا رب يا رب ارزقنا الصدق. الزهد في الدنيا في كثير من احبابنا يفهمون الزهد في الدنيا فهما خاطئا. الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز ينام عمر على فراش الموت ليدخل عليه ابن عمه مسلمة بن عبد الملك ويقول له: يا خليفة المسلمين، ألا توصي لأولادك بشيء، أي بشيء من المال؟ فلقد أقفرت أفواه بنيك. مع هذه الساعة ومع هذا المال ترك أولاده فقراء، ترك أولاده بلا مال. فيقول له ابن عمه مسلمة بن عبد الملك: يا خليفة المسلمين، ألا توصي لأولادك بشيء من المال؟ لقد أقفرت أفواه بنيك. فيقول له عمر وهو على فراش الموت بقوة عجيبة وصدق يتلألأ، قال له: وهل تعلم أني أملك شيئا لأوصي لأولادي به؟ أم تريد أن أترك لهم مالا من مال المسلمين؟ لا والله، لا والله، لا أعطيهم مالا من مال المسلمين أبدا. فأولادي عندي أحد رجلين: إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير صالحين فلا أترك لهم أبدا ما يستعينون به على معصية الله، وأسأل عنه أنا بين يدي الله. يا خالق عمر سبحانك، يا سلام على ما تعيش مع السلف. أما تعيش مع السلف، أنا شخصيا يعني أشعر بضآلة وأشعر بحقارة، ورب الكعبة أشعر بضآلة وحقارة عجيبة جدا. الناس كانت فين؟ كانت فين وإحنا بقينا فين؟ كان عبد الرحمن بن عوف من أغنى الصحابة، ومع ذلك كان من أزهد الناس. أبو بكر الصديق كان من أزهد الناس، ومع ذلك كان من أغنى الناس ومن أكثر الناس ماله. طلحة بن عبيد الله، عثمان بن عفان، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله: لقد جاء المصطفى سائل ليسأله الصدقة فأعطاه النبي غنما بين جبلين. صدقة غنما بين جبلين. وساق الرجل الأغنام وذهب إلى قوم ليقول: يا قوم أسلموا، فوالله إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كان ليوقد في بيته النار، يمضي الشهر والشهران، ليس عن فقر وليس عن عجز، وإنما عن غنى وعن زهد وعن تربية وعن تعليم. ولذلك أيها الأفاضل، كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها، وأجمل الناس ثوبا، وأجمل الناس طيبا وعطرا وريحا، ومع ذلك كان أزهد الخلق صلى الله عليه وسلم. عشان كده اسمع بقى التعريف، لتعريف السلف بقى، لتعريف العلماء الأجلاء لمعنى الزهد بيقولوا إيه. خلي بالك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه حين سئل عن الزهد في الدنيا، قال: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الله الله الله، تاني يا مولانا. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، لا جاب سيرة أكل ولا جاب سيرة شراب ولا جاب سيرة مال. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. أي شيء لا ينفعك في الآخرة تتركه فأنت زاهد. هذا هو الزهد الحقيقي، ترك ما لا ينفع في الآخرة. طب أمال الورع بقى؟ الورع ده درجة أعلى بقى. قال شيخ الإسلام: والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. بل قد يلبس رجل عباءة من الخيش من الصوف وقلب مليان كبر، كبر مغرور منفوخ، يقول لك: أنا زاهد، أنا قريب من الله، أنا أفضل من كل الناس دي. ده قلبه مليان كبر، ولبس عباء مقطعة وريحتها تقرف، يقول لك: أنا زاهد في الدنيا. وقد يلبس مسلم تقي نقي ثوبا جميلا جميلا معطرا مطيبا، وهو من أزهد الخلق، لأنه تارك للحرام، تارك لما لا ينفع في الآخرة، تارك لما يخاف ضرره في الآخرة. زاهد ورع. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
سراد فيه تمتم.